عرفت اليوم نلعب ون بلوك ايه وهيك ويلا خلينا نبلش. هذا ماب جديد مش لعب فيه، في انجلش واسبانيول. خليني اختار انجلش. انجلش ومنكس. شو صار؟ خلينا نكبر الجزيرة. ونرجع نكمل. يا ويل خلينا نبرم نجد. لكن خليني بلا الماوس، خليني عم اتحكم عادي من هون من الايباد. التحكم صار ثقيل شوي انه من الماوس ومن الايباد، انا ما عنديش كيبورد. خليني احط تشيست. طلعنا الخشب كتير. زي عملهم اوكي، منحل الخشب. تشيك، بدنا نعمل سلاب. شو بدكم نسميها؟ شو بنسميها؟ اكتبولي بالكومنتات لانه رح اعمل اجزاء كثيرة، يعني مش بس جزء واحد. سيف بنعمل، خلينا نحط قرادة بالتشست، خلي هون، خلينا نكبر المنطقة شوي. طلعنا شجرة، أول شجرة بالحياة. تكزيحي تعلم الدرسها. شو بنعمل؟ خلينا بعمل بيكاكس، بعمل اكس. خلينا نزلع الشجرة. هاي خروفنا، بزيل هذيك البقرة قتلناها. فقولوا لي شو منسميه. إلو قرب.
بقى. انا معايا اكس. هذا هذا بالبيكاكس البون. هلا البون كتير بفيدنا. بدي حتى نزل على الشجرة. خليني اعمل له كرافتينج. اطلعي اكبري اكبري. تكبر شان. باي. خليني اشيله. ايو شيت بقلب على الشجرة. شجرة كبيرة. شكل مش حيكون عندنا حيوانات قد ما عم نقتلهم. قولوا لي اذا بدكم اياني افتح سير بس مش على اليوتيوب، لانه ما فينيش افتح. مش عم يخلوني افتح يوتيوب على التابلت، لازم افتح على اللابتوب وانا ما عنديش لابتوب. ف خليني احط ويني اختك فلت اختها. تنكسر. وانتو صيروا اعطوني افكار، يعني شو اعمل مثلا بالحلقة الجاية. يعني شو ضلعنا نحطهم بصندوق. خلينا نعمل كرافتنج كرافت للخشب. نحطه ممكن. خلينا نكبر شوي من الجزيرة. لايك هو عندي فكرة اعملها، بس خليني اقوله. بديش حيوانات احطو. ايوة اعطيني لحميتك. خلينا نخلص من هالشجرة بقى. بديش تخلص. طلعونا. نزل تحت. بنزل على الشجرة تانية. بون ميل. عم نزح الشجرة دغري.
أما أجمع بون ميل كتير حتى أعمل مزارع وأشياء. أخ صار عنا بلوكتين بون ميل، خلينا نعمل. نعمل كرافت، خلينا نزرعه. كبريت كسر، خلينا نشوف خشب. وأكس نرجع الخشب ونرجع الستكس ونكسر. عشان نقدر نزرعهم كلهم. بدنا صوف، بدنا صوف. نكبر الجزيرة بس خلينا نخلص من هوك. زجاج راشت منيح. صار عنا كتير بومبكن. صار عنا كتير شجر بس ما عندناش مساحة. اقتل 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 اقتل. تك 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 تك. اوه سلام.
حصل عنا صندوق جديد، وين بنحطه؟ هون كبرنا صندوقنا. هلا بنحلل الخشب. سين البومبكن سين نزرعه؟ أول مرة بعرف. خلينا نعمل ستيكس، يعني ستيكس. خلينا نجيب خشب. خشب 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 ستيكس. نجيب هو. رجع الخشب، رجع الستيكس. خلينا ازرع البومبكنات. معناش مي، معنا مي. ان شاء الله ينزرعوا. والورد شو زمان شو عم تصير؟ لو ما تدعسليش عليهم. متى بده يجيني موبز؟ بون ميل مش عم يجيني كمان. شو اسمه؟ شو اسمه؟ نسيت شو اسمه. سون هيك لي. يلا بدنا ستون، بدنا ستون. give me your لحمة. انزل صندوق لحمية. وشلت انا معي بون ميل. خلينا نكبرهم بالبون ميل. اكوا بون ميل، بون ميل.
نعمل بعد برميل. وش يحط؟ شو بدي اوقف علي ونحطها؟ طحميها. اوكي بنحط هون ونجيب الخشب من على الخشب. وهي كانت حلقتنا لليوم، ويلا باي.